بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطلبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في محاضرات الجنرال كيمستري which introduced by chemistry academy and presented by me محمود عبد اللطيف. إن شاء الله اليوم هنستكمل مع بعض المحاضرة الثانية في شابتر 9 اللي هو الشابتر التاسع، وبفكر حضراتكم ان احنا بنشتغل من كتاب كيمستري ذا سنترال ساينس بتاع براون ثيودورا. اوكي، وشابتر 9 از انتايتلد مولكولار جيومتري اند بوندنج ثيوريز، وبفكرك دي بالاشكال المولكولار جيومتريز اللي هو اول واحد ده التترا هيدرال ستراكشر، ان شاء الله وير جوينج تو ديسكاس ات ان ديتيلز، وهو ده اللي هو برضو الاوكتا هيدرال. وهنا بس جاست موصل عشان اوريك ان هو ثماني الاوجه، لو حبيت تعد واحد اتنين الجنب ده ثلاثة اربعة، وفي اربعة من الاسفل فشكل ايه ثماني. الشكل ده اللي هو تترا هيدرال استراكشر. اوكي، ان شاء الله I'm going to show you the 3D structure for all this compound ان شاء الله. ده تترا هيدرال. اوكي، وده اللي هو ترايجونال باي بيراميدال، وده اللينير. اوكي، we have discussed last time the molecular shapes and Visper model، وان شاء الله هنستكمل اليوم المولكولار شيبس اند المولكولار. if we have time we will discuss molecular polarity. اوكي، بسم الله. اوكي، اتفقنا او احنا عرفت لحضراتكم المره اللي فاتت ان احنا عندنا تو امبورتنت كونسبتس اللي هو الدومينز، الالكترون دومينز، وقلنا الالكترون دومينز هي نمبر اوف لون نمبر اوف لون بيرز اراوند السنترال اتوم، ايا كان هذه اللون بيرز اذا كانت بوندنج ولا نون بوندنج. اوكي، فقلنا هنناقش ان شاء الله من 2 لغايه 6، وبالفعل ناقشنا 2 و3 و4، بس انا هبدا معاكم النهارده ان شاء الله من الاربعه الكترون دومينز. وقلنا عندنا حاجه اسمها الكترون دومين جيومتريس، وتحت كل الكترون دومين جيومتري فيه نمبر اوف مولكولار شيب على حسب النمبر اوف بوندنج ونون بوندنج. واتفقنا ان ايه الالكترون دومين جيومتري بيتحدد بالتوتال نمبر اوف الكترون دومينز اراوند السنترال اتوم، انما المولكولار جيومتري بيتحدد باللي هي ايه البوندنج بيرز، عدد الازواج المرتبطه. اوكي، فلما يكون عندك النمبر اوف الكترون دومين بيساوي 4، فالالكترون دومين جيومتري ذا الكترون دومين جيومتري ويل بي تترا هيدرال. اوكي، تترا هيدرال. تعالى بقى لما يكون ايه التترا هيدرال دول او الاربعه دول كلهم بوندنج، اما يكون كلهم بوندنج وعندك زيرو نون بوندنج فبيديك التترا هيدرال ستراكشر اللي هو رباعي الاوجه اللي قدام حضرتك ده. تمام، والاكسامبل المشهور اللي هو الميثين السي اتش 4 او الكربون تترا كلورايد. اوكي، وهوريك يعني ايه شكله رباعي الاوجه او الاربع اوجه اللي بيتكونوا ازاي. لو من الاربعه الكترون دومينز دول في واحد نون بوندنج وثلاثه بوندنج، جاست هتعمل اليميليشن لهيدروجينه من دول مثلا فور اكزامبل، ونحط ايه ويكون عندك لون بير فور اكزامبل. اوكي، فبيديك شكل. طبعا النون بوندنج بيرز ما يعني هو يعني بيأثر على الانجل، انما ايه انما لما تيجي تحدد الشكل بتاع المركب بتحدد الايه البوزيشن بتاع الاتومز فقط لا غير. فلما بيكون عندك واحد نون بوندنج بير فبيكون الشكل اللي عندك ترايجونال بيراميدال او بيراميدال، والموست كومن اكزامبل اللي هو ايه النشادر او الامونيا ال NH3 ال NHA3. اوكي، لما يكون عندك من الاربعه دول اللي هو نمبر اوف الكترون دومينز اراوند ذا سنترال اتوم تو نون بوندنج اند تو بوندنج. اوكي، فاوكي فلو انت عملت اليمينيشن لهيدروجينه كمان المتبقى عندك هو ايه الشكل اللي قدامك ده اللي هو المولكولار جيومتري اللي هو البنت. اوكي، اوف كورس ذا بريزنس اوف نون بوندنج ويل افكت ذا انجل. الانجل في التترا هيدرال بتكون 109، لو انت شلت وعندك لون بير من الاربعه فالريبالشن نتيجه النون بوندنج بير ده بيكون اقوى من البوندنج، فبيأثر على الزاويه فيقلل لك الزاويه دي ويخليها 100 وكام 107. اوكي، لما تروح بقى لجزيء الميه بيكون عندك اتنين نون بوندنج
بيرز تو نون بوندنج بيرز، الريبالشن ما بينهم بيكون فيري فيري سترونج، فبيأثر على هذه الزاويه دي ويقللها من 109، هنا قلت 107 في الميه، وجزيء الميه بتكون 104 ونص. والاكسامبل المشهور اللي هو ايه؟ المي. قبل ما اكمل جاست ايه، انا بس عايز اوري حضرتك هذه ال 3 دي ستراكشرز. اوكي، ده حضرتك التترا هيدرا اهو، الكربون تترا كلورايد، شايف حضرتك بالضبط زي ما كنا عندك، عندك القاعده زي مثلث كده، وعندك واحده ايه ان ذا توب. اوكي، كل هذه الزوايا متساويه 109، والاربعه بوزيشن دول ايكويفالنت، يعني الاربعه بوزيشن دول ايكويفالنت. لو جيت حتى جاست تعمل روتيشن كده، اوكي، بيديك مثلث تحت وواحده اسفل، لو حاولت تجيب دي كده، اوكي اند سون. اوكي، جاست على عايز اخلي حضرتك تشوف اللي هو ايه، ادي ايه التترا هيدرا اللي هو رباعي الاوجه، جاست وصلت انا ايه الاوتر اتومز توجذر. اوكي، زي ما حضرتك شايف عندك اربع رباعي الاوجه اللي هو التترا هيدرا. لو جيت تعد الايه، ادي 1 اند 2، وفي الجنب هنا 3، واللي موجود في الاسفل ايه 4. وزي ما قلت لحضرتك الاربعه بوزيشنز دول ايكويفالنت، لو حاولت تجيب واحده اب هتلاقي عندك ايه ذا سيم. اوكي، يبقى ده بنسميه التترا هيدرال ايه، التترا هيدرال استراكشر، التترا هيدرال استراكشر. ممتاز، تعال نروح لجزيء الامونيا. لو انت شلت لون بير من الجماعه دول، اوكي اوكي، بيديك اللي هو ترايجونال بلانر، ادي الامونيا، شلت هيدروجين وعندك لون بير هنا، الزوايا دي اللي انت حضرتك شايفها دي بتقل عن 109 بتكون 107. اوكي، والتلات زوايا دول المفروض ان هم ايه ذا سيم زي ما حضرتك شايف، ودي جزيء الامونيا. ولما تيجي تعد زي ما قلت لحضرتك النمبر في الكترون دومينز حوالين السنترال اتوم، ادي واحد اللي الرابطه دي والرابطه دي اتنين والرابطه دي ثلاثه، وفي عندك اللون بير اللي هنا، يبقى اديك اربعه. يبقى الالكترون دومين جيومتري تترا هيدرال، انما المولوكولار شيب لما يكون عندك واحد نون بوندنج بيكون ايه؟ بيكون ترايجونال بلانر. اوكي، ترايجونال بلانر. طب هنعمل اليمينيشن كمان لايه؟ لهيدروجينا، ونحط ايه؟ لون بير، يديك ايه؟ يديك جزيء الميه، ادي جزيء الميه زي ما حضرتك شايف بنت منثني، وهنا عندك تو لون بيرز موجودين، تو نون بوندنج بيرز. اوكي اوكي، فالزاويه دي بتقل بدل 107 بتقل ل 104 104 ونص. اوكي، 104 ايه؟ ونصف. اوكي، ممتاز. جريت. إذن there are three molecular geometries under the tetrahedral electron domain، يعني تحت التتراهيدرال الكترون دومين عندك ثلاثة جيومتريز، يا إما التتراهيدرال if all are bonding pairs، اوكي، زي الكربون تترا كلورايد، أو زي الميثين CH4، أو trigonal pyramidal if one is non-bonding pair like the ammonia molecule، or the bent molecular geometry will be bent منثني if there are two non-bonding pairs زي جزيء إيه؟ زي جزيء المي. ممتاز، ووريت لحضرتك اللي هو 3D visualization، أنا وريتهولك بدري. أوكي، that's great. أوكي، تعالى بقى نروح للدومين اللي بعد كده اللي هو الدومين الخمسة. النمبر اوف الكترون دومين بيبقى خمسه، اللي هو ايه؟ ترايجونال باي بيراميدال الكترون دومين. لما يكون النمبر اوف الكترون دومين زي حوالين السنترال اتوم خمسه، بيكون الالكترون دومين جيومتري ترايجونال باي بيراميدال، وباي معناها ثنائي، وبيراميدال معناها هرميني. اوكي، وهوريهم لحضرتك ان شاء الله. اوكي، تعالى بقى لما يكون الخمسه دول كلهم بوندنج وعندك زيرو نون بوندنج بيرز، بيديك اللي هو ترايجونال باي بيراميدال، والموست كومن اكزامبل اللي هو الفوسفورس بنتا ايه؟ الفوسفورس بنتا كلورايد، الفوسفورس بنتا كلورايد، الفوسفورس بنتا كلورايد. طب وين جاست وي اليمينيت؟ اوكي، قبل ما نعمل اليمينيشن عايز بس افكر حضرتك هنا ان انت عندك ثلاثه اتومز موجودين في مستوى واحد، هنقول عليهم دول موجودين في ايه؟ في الاكواتوريال بوزيشن، في ايه؟ في الاكواتوريال، تمام؟ وفيه اتنين اتومز موجودين في الوضع الراسي اللي هو الاكزيال المحوري،
يبقى في اللي هم الثلاثه اللي هم ايه زي ما في مستوى واحد هنقول عليهم ايكواتوريال، اللي هي البي دي والبي دي والبي دي، وفيه اتنين اللي هم الاكزيال اللي هم ايه موجودين في الراسين اب اند داون. فانت دلوقتي عايز تعمل اليمينيشن، او هيكون عندك نون بوندنج لون بير، عندك زوج غير مرتبط او يعني غير ايه نون بوندنج. يا ترى الزوج ده يتواجد في الوضع الراسي ولا في احد الاوجه اللي هي الايكواتوريال دي؟ في الحقيقه المركب يعني ايه بيكون اكثر استابيليتي، بيكون مور ستيبل لما يكون النون بوندنج بير موجود فين؟ موجود في الايكواتوريال بوزيشن في الثلاثه دول. اوكي، جاست هنعمل اليميليشن للبي دي ونحط بدلها ايه اللون بير. اوكي، عايز بس افكر حاجه، الزوايا هنا الزاويه دي بتكون 90، اللي هي اي زاويه ما بين الذره الراسيه واحد الذرات اللي هي الايكواتوريال بتكون 90، انما الزاويه ما بين 2 ايكواتوريال دول بتكون 120. اوكي، اللي هي بي اي بي. تمام، اوكي هنعمل اليمينيشن او جاست هنعمل ريبليسمنت البوندنج بير بنون بوندنج بير. اوكي يبقى عندك واحد نون بوندنج واربعه بوندنج، اربعه بوندنج واحد نون بوندنج، فبياخد شكل السي ساو. اوكي، اللي هو الشكل اللي قدام حضرتك ده، سي ساو او سي سو. اوكي، والكومن اكسامبل اللي هو ايه السلفر، سلفر تترا فلورايد اللي هو ايه رباعي الكبريت او رباعي سلفر تترا فلورايد. اوكي، سلفر تترا فلورايد. الزوايا هنا اوكي، المفروض اللون بير ده حجمه كبير، اتس سايز اتس بيجر ذان البوندنج بير. تمام، فبالتالي الريبالشن نتيجه النون بوندنج بير ده بيكون سترونج، فهيقلل الزوايا، هيقلل الزاويه اللي هي كانت 120 دي يقللها عن 120، ويقلل الزاويه اللي هي كانت 90 دي يقللها عن 90. اوكي، طيب لما يكون عندك من الخمسه دول اثنين نون بوندنج، اثنين نون بوندنج بير وثلاثه بوندنج، اوكي اثنين نون بوندنج بيرز وثلاثه بوندنج بيرز. اوكي، لما نيجي نعمل ريبليسمنت كمان او لبوندنج بير بنون بوندنج برضه هيكون في الايكواتوريال. اوكي، هيكون في الايكواتوريال، والثلاثه الايكواتوريال بوزيشن دول ايكويفالنت باي ذا واي، يعني الثلاثه اللي هم في المستوى الواحد دول الثلاثه يعني ايكويفالنت. اوكي، كلهم واحد معايا يا شباب. اوكي، فالريبالشن نتيجه التولون بيرز دول بيزيد اكتر واكتر. اوكي، فبيديك بقى لما انت تعمل ريبليسمنت هنا بيديك الشكل ايه التي شيب، اللي هو يعني اللي فاضل عندك حرف التي، اللي هو البي مع البي راسي، واللي هو ايه حرف ايه التي شيب، حرف التي شيب اند سو اون. اوكي، بيديك التي شيب، والكومن اكزامبل اللي هو سي ال تراي فلورايد، كلورين تراي فلورايد، كلورين تراي فلورايد. طب اوكي، هتعمل ريبليسمنت كمان لايه للاخر ايكواتوريال موجود عندك بنون بوندنج بير، فبيديك الشكل اللينير، بيكون عندك ثلاثه نون بوندنج واثنين بوندنج. اوكي، فبيديك الشكل اللي هو ايه لينير. وبفكر حضرتك ان الشكل المولوكولر جيومتري بيعتمد على البوزيشن بتاع الاتومز اللي عندك، موجودين كلهم على ستريت لاين. اوكي، فبيكون زي ايه الزينون داي فلورايد، الزينون داي فلورايد. يبقى خد بال حضرتك تحت ايه، تحت الخمسه مولوكولر الكترون دومين جيومتري ذير ار فور مولوكولر جيومتريز، اربعه ايه مولوكولر جيومتريز. اوكي، جاست باكد لحضرتك ذير ار تو ديستينكت بوزيشنز ان ذيس جيومتري، ذا اكسيال اللي هم الاثنين ده وده، والاكواتوريا اللي هم الثلاثه اللي الزاويه ما بينهم 120 زي ما قلت لك، 3 اكواتوريال بوزيشن فروم ان اكواتوريال تراي انجل. اوكي، from equatorial triangle. just هنا عملت replacement واحد، بس بفكر حضرتك لما النون بوندنج بيرز بيكون موجود في الاكواتوريال ولا في الاكزيال؟ في الاكواتوريال. lower energy conformation results from having the non bonding electron pairs in equatorial position rather than the axial position in this geometry. okay، يبقى due to the stability reason النون بوندنج بير prefers to be in the equatorial position. Equatorial position. There are four distinct molecular geometries in that domain. اللي هو ايه trigonal bipyramidal والاكسامبل phosphorus pentachloride والسي ساو اللي هو ايه السلفر تترا فلورايد، والتي شيب لما يكون عندك اثنين
نان بوندنج وثلاثة بوندنج، الكلورو تراي فلورايد او كلورين تراي فلورايد، وبيديك الشكل اللينر لما يكون عندك ثلاثة نان بوندنج بيرز واثنين بوندنج بيرز زينون ايه داي فلورايد. وتعال نروح لايه لل3 دي فيجواليزيشن. اوكي بس عايز اوريهم لك بالترتيب. ادي الفوسفورس بنتا كلورايد زي ما حضرتك شايف، عندك الاثنين الاكزيال ده وده، والثلاثه اكواتوريال دول زي ما قلت لك في مستوى واحد. لو حبيت لو نجيبهم كده تلاقيهم الثلاثه ايه في مستوى واحد. شايف حضرتك؟ شايف حضرتك؟ شايف يا مستر حمدان؟ يا مسعاد شايف حضرتك؟ اوكي مس مرام، مس فاطمه. اوكي ثلاثه موجودين في الاكواتوريال واثنين موجودين في الاكسل. تعال اوري حضرتك بقى ازاي باي بيراميدال اللي هو ايه. لما نيجي نوصل الثلاث، هو ده برضو الفسفرس بنتاكولورايد اللي هو ايه اللي هو ترايجونال باي بيراميدال. لما تيجي توصل الثلاثة اللي هم في المستوى اللي هم دول، ده الكلورينا دي والكلورينا دي ودي، يديك الشكل ايه المثلث اللي هو المتساوي ايه الاضلاع، تقدر تقول اتس اوكي. وتيجي توصل بقى اللي هم الثلاثة اكواتوريال دول بالرأس، بيديك اللي هو الهرم اللي انت شايفه الاعلى ده، وتوصل ايه موجودة في الداون بالثلاثة دول يديك ايه الهرم الثاني. اوكي سي حضرتك يو كان سي، فعشان كده بنسميه ترايجونال باي يعني ثنائي الهرم، ثنائي الهرم باي بيراميدال. اوكي ممتاز. ايه اللي بعد كده اللي هو سي ساو، لما تعمل ايه لما تعمل اوكي ده التي شيبت ده الاوكتاهيدرال بورون. ده السلفر اللي هو السي ساو زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك. اوكي يعني سي حضرتك عملت ريبليسمنت للون بير من الاكواتوريا اللي هنا ده بنون بير، البوندنج بير بنون بير، فبديك السي ساو. اوكي برضه المركب ده سيمتريك. اوكي زي ما حضرتك شايف المفروض ان الزوايا دي، الزاويه دي زي ما قلت لحضرتك كانت 120 اللي هي دي، فالمفروض تقل دلوقتي عن 120، والزاويه دي المفروض كانت 180 المفروض تقل عن 180 نتيجه الريبالشن بتاع ايه بتاع النام بوندنج بير اللي موجود هنا. اوكي والزوايا اللي هي كانت 90 دي اللي هي ايه اللي هي الاف اس دي 90 المفروض برضو ايه تقل، المفروض تقل عن 90 نتيجة الريبالشن. تعالنا نروح بقى هنعمل اليمينيشن كمان لواحد من دول علشان يدينا التي شيبت. اوكي ده لا وده لا، ادي التي شيب اللي هو ايه كلورين تراي فلورايد زي ما حضرتك شايف التي شيب سي. اوكي الزاوية دي 180 على اساس ان الاثنين اكواتوريال من الجنب ده والجنب الثاني. اوكي والزوايا دي اوكي المفروض ايه وان سون، ده شكل التي شيب، شكل ايه شكل التي شيب، شكل التي شيب اللي هو شكل حرف التي. اخر واحد هنا اللي هو ايه اللينير، اللي هو ايه اللينير وريزيت. لينير متهيألي ان انا مش موجود ولا هو ده اهو. ادي الزينو كلهم التلاتة على خط واحد، لو انت حرك كده وبسيط تلاقي التلاتة ايه موجودين على ستريت لاين، ده بنسميه اللينير. وعندك التلاتة دول المفروض اللي هما الاتنين دول بتاع الاكسل، لو حضرتك يعني ايه
اللي فاضلين بتاع الفودرين دول الثلاثه بتاع الاجزل، الاثنين بتاع الاجزل والثلاثه الاكوتيرا عملنا لهم ريبليسمنت بنون بوندنج بيرز، فبيديك الشكل اللي هو اللينير ده زي الزينون داي فلورايد. الزينون داي ايه فلورايد، الزينون داي فلورايد. اوكي ليت اس كيب جوينج بالالكترون دومين الثالث اللي هو ايه، اللي هو الاوكتاهيدرال. الاوكتاهيدرال الكترون دومين، تعالى بقى احنا قلنا هنناقش النمبر اوف الكترون دومينز اراوند اراوند ذا سنترال اتوم فروم 2 و 4 2 تو 6. ذا لاست وان از 6 اوكي، نمبر اوف الكترون دومين 6 اوكي، اند ذا الكترون دومين جيومتري اتس كولد اوكتاهيدرال، فبنسمي الاوكتاهيدرال. تعالى نشوف عندنا كم مولكولار جيومتري اندر ذس كاتيجوري او تحت هذا الالكترون دومين جيومتري. فلما يكون عندك الستة دول كلهم بوندنج اوكي وزيرو نون بوندنج بيرز، فبيديك الاوكتاهيدرال. والكومن اكسامبل اللي هو السلفر اوكي هيكسا فلورايد، والزاويه هنا ما بين هنا الستة بوزيشنز دول ايكويفالنت، يعني المركب ده هايلي سيمتريك، متماثل جدا، السيمتريه فيها عاليه خالص. الستة بوزيشنز دول الستة بوزيشنز دول equivalent to each other. اوكي الزاوية ما بين اي اتنين على خط مستقيم بتكون 180، والزاوية ما بين اي واحدة مثلا رأسية واي حاجة في المستوى الافقي دي 90، ودي مع دي 90، ودي مع وكمان الافق مع الافقي 90. اوكي ده اللي هو الاوكتاهيدرال. طب لو واحد من الستة دول نون بوندنج وخمسة بوندنج اوكي، فهنا هتعمل ريبليسمنت لاي واحد لان السته متكافئين او متكافئون تمام، وتحط مكانها نون بوندنج بير، فبيديك اللي هو ايه سكوير بيراميدال. سكوير بيرام حاجه زي الامبريلا كده، حاجه زي الشمسيه اوكي، ده بنسميه سكوير يعني مربع، وبيراميدال هرم رباعي. برضو ان شاء الله هوريه لحضرتك هرم ايه، هرم رباعي اوكي. والاكسامبل البورون بنتا فلورايد، بورون بنتا فلورايد. طب لو عندك من الستة دول اثنين نون بوندنج اوكي، جاست تو ريبليس تو بوندنج بيرز وذ تو نون بوندنج بيرز اند وي ستيل هاف فور بوندنج اوكي، اللي هتشيله بقى هنا او اللون بير لازم ان يكون الاثنين ايه قصاد بعضيهم، في ايه قصاد بعضيهم، ده هنا وده هنا، ويديك الشكل اللي هو السكوير بلانر اللي هو المربع اللي هو ايه اللي هو موجود في بلين واحد، اللي هو موجود في مستوى واحد اوكي. يبقى تحت الستة دول او تحت الاوكتاهيدرال الكترون دومين جيومتري there are three molecular geometries the octahedral square pyramidal and square planar. والاكسامبل بتاع السكوير بلانر زي الزينون تترا فلورايد، الزينون تترا فلورايد، الزينون تترا فلورايد اوكي. يبقى octahedral electron domain all positions are equivalent to each other in the octahedral domain geometry. Under this electron domain geometry there are three molecular geometries, octahedral structure or octahedral molecular geometry which is as an example sulfur hexafluoride, when all the pairs when all the electron domains are bonding pairs, or square pyramidal لما يكون عندك خمسة من الستة bonding and one non-bonding. والexample اللي هو ايه البورون بنتا فلورايد. واخر حاجه في هذا الاوكتا هيدرال الكترون دومين اللي هو السكوير بلانر لما يكون عندك اثنين نون بوندنج ولازم يكونوا قصاد بعض واربعه بوندنج بيكونوا مربع او مستطيل. والاكسامبل بتاعنا اللي هو ايه الزينون، الزينون تترا فلورايد اوكي. هنا جاست بوريك السكوير بلانر لما تيجي ترسم لويس ستراكشر ليه، جاست عملت ريبليسمنت للايه للبوندنج كبير اللي هنا بالتو الكترونز دول، وبيديك الشكل اللي هو ايه السكوير بيراميدال اوكي اند سون سكوير بيراميدال. تعال اوريك بقى لل 3 دي فيجواليزيشن بتاع ايه بتاع سوري بتاع الاوكتاهيدرال. بسم الله، ده لا وده لا، عايزين نروح للاوكتاهيدرال الاول، ده السكوير بلانر وليس اوكتاهيدرال. Really I haven't done it.
ده زينو تتراهيدرون نو Okay, let me show you first. This is the square pyramidal. لو وصلت الأربعة فلورين دول بيديك إيه؟ بيديك المربع، ولو وصلت الأربعة دول اللي هم في المستوى بالإف اللي هي الرأسية دي بيديك شكل الهرم إيه؟ شكل الهرم الرباعي. يبقى ده السكوير إيه؟ السكوير بلانر. السكوير بلانر. السكوير إيه؟ بلانر. أوكي؟ تعالى نروح للشكل اللي بعد كده اللي هو ايه سوري سكوير بيراميدا اللي فات ده السكوير السكوير بلانر اللي هو ايه شلت الاثنين الرئيسيين اللومبير البوندنج اللي هنا واللي تحتيه وتوصل بيديك ايه بيديك السكوير بلانر المربع اللي حضرتك شايفه ده والمربع كلهم ايه موجودين في نفس المستوى موجودين ايه شايف كلهم في نفس المستوى ان وان بلين كلهم ايه ان وان بلين كلهم في الوان ايه في الوان بلين ده خلاص شفناه زينون وده خلاص ده سي ساو ده خلاص شفناه برضو مش تبعنا او مش تبع الجروب ده تتراهيدرال وادي المية اوكي ده السكوير بيراميدال بس عشان تعرف هو شكل اللي هو الهرم الرباعي زي ما قلت لحضرتك توصل الاربعه اللي في اللي هم موجودين في القاعده دول اوكي وترجع توصل كله بالذره الرأسيه يديك السكوير بيراميدال وده تبع الاوكتاهيدرال جاست عملنا ريبليسمنت جاست عملنا ريبليسمنت للايه للون بير بالكلام ده اوكي ده خلاص وده خلاص وده هو السكوير بيراميدال بس قبل ما اوصل يعني وده تي شيب خلاص انا بس عايز اشوف الاوكتاهيدرال فين اي دون نو وير از ات اوكي دوت تعال ناخد ده شكل الاوكتاهيدرال اوكي وزي ما قلت لك الستة بوزيشنز دول الستة بوزيشن كلهم متكافئين اوكي الزاوية دي كلها الزاوية دي مع دي 90 والزاوية دي مع دي 180 وبرضو الزاوية اللي هم دي مع الإكواتوريا اللي هي برضو قصادها دي برضو كام 90 and so on وممكن برضو أوري حضرتك اللي هو إيه اللي هو الشكل الهرمي بيبقى موجود إزاي أو اللي هو إيه الأوكتاهيدرال لما توصل الرأسين دول تعالى نوصل المربع اللي هو تحت ده سي وصلنا المربع ده كل ايه الاربع اللي هو ده الاربع اوجه اللي موجودين فوق لو جيت تعدهم اربع اوجه واحد اتنين تلاتة اربعة نفس الكلام هتلاقي ايه الموجودين تحت نفس الكلام ايه exactly the same
آخر واحد أو آخر اوكي ده اهو شاف بقى اوكتاهيدرون رائع زي ده اوكتاهيدرون وعندك 8 وكلهم ايكوفالنت. لو جيت لو انت جيت تجيب دي بدل دي هتلاقي ايه، شوف كده هتلاقي نفس الشكل الستة بوزيشن المفروض ان هم ايه ايكوفالنت. تجيب دي مكان دي، دي نفس الكلام هايلي سيمتريك، ده اللي هو ايه الاوكتاهيدرال، ايه الاوكتاهيدرال استراكشر، وده الاوكتاهيدرون اللي هو ايه ثماني الاوجه، ثماني ايه الاوجه. رائع ممتاز اوكي. تعال بقى لما تكون عندك لارج مولكولز اوكي، لما تيجي تتكلم على اللارج مولكولز المركبات اللي هي مالتي اتومز كتيره، فايه ات ميك سنس اف يو توك اباوت سيرتن اتوم، يعني من الافضل او من الايه من من الاحرى يعني انك تسم يعني مش ما هتلاقيش اوف كورس هتلاقي المركب ككل ليه مولكولر جيومتري خاص بيه مختار، بس انت اوكي علشان من الاسهل ان احنا ايه نتعامل مع اتوم واحده ونشوف حوالين هذه الاتوم المولكولر جيومتري عامل ازاي، والنمبر نمبر اوف الكترون دومينز والالكترون دومين جيومتري. اللارج مولكولز ات ميكس مور سنس اوكي داز ماتر تو توك اباوت ذا جيومتري اباوت ا بارتيكولر اتوم اي مين سنترال اتوم راذر ذان ذا جيومتري اوف ذا هول مولكول. تعال ناخد الاكزامبل ده الاسيتيك اسيد، ده رمز الاسيتيك اسيد او ايثانويك اسيد اوكي. اما تيجي تشوف الكربون اللي عند حضرتك اللي هي عليها البوينتر دي كام الكترون دومين حواليها، ادي 1 2 3 4 يبقى النمبر اوف الكترون دومين 4 كلهم بوندنج، يبقى الشكل بتبقى الالكترون دومين الالكترون دومين جيومتري حوالين الكربونه دي تتراهيدرال، والزاويه كام؟ الزاويه 109 الكترون دومين جيومتري تتراهيدرال، المولكولار جيومتري تتراهيدرال. اما تيجي تتكلم على الكربونه اللي هي دي مرتبطه بالاكسجينه والاكسجينه دبل بوند ومرتبطه بالكربون، الكربونه اللي عليها البوينتر دي كام الكترون دومين حواليها؟ 3 ادي 1 2 3 الثلاثه اللي هو ايه اللي هو الالكترون دومين جيومتري اللي هو اللي هو ايه ترايجونال بلانر، ترايجونال بلانر المفروض الزاويه 120 اوكي، بس انت عندك هنا لون بير سوري دبل بوند الالكترون دنسيتي عندها عالي فهيضغط على الزاويه دي المفروض يقللها عن 120. المهم هنا نمبر في الالكترون دومين 3 والالكترون دومين جيومتري ترايجونال بلانر والمولكولر جيومتري ترايجونال بلانر اوكي، ترايجونال بلانر ترايجونال بلانر. اما تيجي تتكلم على الاكسجين اللي قدام حضرتك دي هاو ميني الكترون دومينز حواليها، كم عدد الكترون دومينز؟ مش عايز حد يقول لي 2 زي ما قلت له كده، لا 4 عندك دي 1 2 وفي 2 نون بوندنج بيرز على الاكسجين علشان تحقق قاعده الثمانيات لان ده لويس ستراكشر، يبقى 4 الكترون دومينز يبقى المفروض الالكترون دومين جيومتري تتراهيدرال. طب المولكولر جيومتري هنا ايه بقى؟ 2 بوندنج فقط المفروض بنت ستراكشر، المفروض بنت ايه؟ بنت استراكشر، بنت ايه استراكشر اوكي. ده ذس اكزامبل ان ديتيلز، لو خدت ايه ده الاسيتيك اسيد لو خدت الكربونه دي حواليها 4 بوندنج يبقى تتراهيدرال يبقى الزاويه 109، لو خدت الكربونه دي حواليها 3 اوكي 3 لون بير اوف الكتر 3 الكترون دومينز يبقى ترايجونال بلانر، والمولكولر جيومتري برده ترايجونال بلانر بلانر لان كلهم بوندنج. المفروض الزاويه اقل من 120، هنا مكتوبه 120 بس هي اقل من 120 عشان اللون بير او اللي هو ايه الدبل بوند بتاع السي دبل بوند. هو لما تيجي تتكلم على الاكسجينه دي كام الالكترون بيرز حواليها كام؟ نمبر اوف الكترون دومين 1 2 3 4 يبقى التتراهيدرال الكترون دومين جيومتري، انما الشكل بتاعها بنت والزاويه هنا المفروض 104 اوكي، الزاويه هنا 100 وكام؟ 104. ده المركب تاني اهو اوكي، بس هنا يعني ايه ان ديتيلز اوكي، يبقى تتراهيدرال مولكولر جيومتري تتراهيدرال حوالين الكربونه دي والزاويه 109، حوالين الكربونه دي المفروض اقل من 109 اوكي، اقل سوري اقل من 120 انا اسف، يعني المفروض الترايجونال الترايجونال بلانر الزاويه 120، هنا اقل من 120 علشان الدبل بوند دي، حوالين الاكسجين المفروض 104 انا كاتبها هنا ل 109 بس هي 104 ونص اوكي. اند سون ده شكل ايه الاسيتيك اسيد، ده اللي هو البول اند ستيك موديل اللي هي ريبريزنت الاتوم بكوره وفيها الرمز وبنوصل بايه بالستكس اوكي. ده السبيس فيلينج موديل زي ما حضرتك عارف، ده برضو الاسيتيك ايه الاسيتيك اسيد. ممكن اسالك في الامتحان اجيب لك حاجه زي كده واقول لك قول لي حوالين الاتوم او الزاويه 1 دي كام، الزاويه 5 كام،
and so on. And he and so on. معايا؟ فبقول لحضرتك give an estimate for each of the market angles in the following structure. اوكي انا حللهم in details بس احلهم معاك دلوقتي. الانجل واحد دي كام يا شباب؟ اول حاجه عد ايه حوالين الاكسجين دي، هعتبرها السنترال اتوم وعد حوالين. واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى ايه النمبر اوف الكترون دومينز؟ اربعه. يبقى الالكترون دومين جيومتري تترا هيدرال، كم واحد منهم بوندنج؟ اتنين. طالما اتنين يديك الشكل اللي هو البنت، الزاويه في البنت 104، يبقى دي الزاويه واحد. طب الزاويه اتنين، شوف الكلورين هنا، الكلورين هنا كام الكترون دومين حواليها؟ أربعة. يبقى الالكترون دومين جيومتري تترا هيدرال، انما فيهم ثلاثة بس فقط لا غير بوندنج، يبقى الزاوية 2 دي 120. اوكي تعال نروح لثلاثة دي، ثلاثة دي سيفري سيمبل، الكربونة حواليها أربعة بوندنج بيرز، يبقى تترا هيدرال على طول، الزاوية 109. طيب الزاوية اللي هي أربعة دي، أربعة دي زي الأكسجين اللي هنا دي بالظبط، اوكي اكزاكتلي ذا سيم. معايا يا شباب؟ هي الزاوية كام؟ 104.5. والالكترون دومين جيومتري تترا هيدرال، انما الشكل المولكولر جيومتري بنت. اما تيجي الخمسه، اوكي حوالين الكربونه دي كام الكترون دومين؟ اثنين فقط لا غير، هنا واحد والتريبل بوند دي بعتبرها واحد، يبقى اثنين. اثنين وانت مغمض ده لينير، يبقى الزاويه 180. اما تيجي حوالين الاكسجينه دي، الكربونه دي اللي هي زي في الاكسامبل بتاع الاسيتيك، هو ده الاسيتيك اصلا، الاسيتيك لا ده مش الاسيتيك اسيد. معايا؟ لما تيجي تاخد الزاويه ايه السته دي حوالين الكربونه دي ثلاثه الكترون دومينز، يبقى المفروض ترايجونال بلانر، يبقى المفروض 120 بس عندك دبل بوند. الزاويه دي بقى هتزيد عن 120 لان هي اللي جنب هنا اللون بير هيضغط على الزاويه دي فهيقللها عن 120، يبقى الزاويه دي المفروض اكبر من 120. اوكي لو بتتكلم على الزاويه اللي تحت دي، لو مرسوم كده يعني المفروض دي اقل 120. الاكسجينه دي اكزاكتلي زي الاكسجينه دي، اوكي زي الاكسجينه دي. اما تيجي هنا السي اتش دي او السي دي زي الايه؟ زي السي اتش اللي هنا بالظبط، او زي الكربونه دي تترا هيدرال، والزاويه كام؟ 109. هتلاقي انا حالل ايه كل واحد ان ديتيلز وكاتب الكلام ده، اوكي زي ما حضرتك شايف، وادي الزوايا والشكل تترا هيدرال. ولما تيجي تتكلم عن الكلورينا دي المفروض 120 بس هي اقل 120 عشان اللون بير ده، فالزاويه المفروض كام؟ 100 مش 100 لا ده تترا هيدرال، ده تترا هيدرال استراكشر، المفروض الزاويه 109 انا اسف لان حوالينه اربعه 109، بس عندك اللون بير زي بتاع الامونيا يديك الزاويه 107. اوكي 107. اوكي الكربونه دي على طول انت مغمض 109، الاكسجينه دي بنت المفروض 104.5. اوكي دي 180 على طول لان ده 2 الكترون دومينز. اوكي دي المفروض اقل من 120 بس هنا اكبر 120 لان انا قايل لك الزاويه اللي هناك، لما لو قلت لك الزاويه اللي تحت دي يبقى اقل من 120. اوكي ممتاز. وده 3 الكترون دومينز، يبقى ترايجونال بلانر زي ما حضرتك شايف اند سون. 8 دي تترا هيدرال وانت مغمض، 4 بوندنج حوالين الكربونه والزاويه 100 وكام؟ 109. 7 دي حللناها كذا مره اللي هي 104 وكام؟ 104.5. بهذا السلايد اكون خلصت ايه البارت بتاع النهارده ان شاء الله. باذن الله استكمل مع حضراتكم بدايه من المره الجايه اللي هي البوند بولاريتي ان شاء الله، اللي هي ايه البولاريتي بامر الله، في المحاضره الثالثه ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بال 3 دي ستراكشرز بتاع المولكولار جيومتريس، التترا هيدرال والاوكتا هيدرال وال السكوير بيراميدال اند سون، سوري اللي هو ترايجونال باي بيراميدال اللي هو زي البي الفوسفرس بنتاكلورايد. وان شاء الله الى ان القاكم اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولكم مني ارق الامنيات والتحيات، والسلام عليكم ورحمه الله.